السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير، ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اليوم إن شاء الله جمعة، وأمرنا بالصلاة على سيدنا محمد. طيب، هذا الفيديو أنا عملته للفائدة، وهذا الفيديو للفهم وليس للحفظ. للأسف إنه دائما الناس لما أجي أشرح لها على النبات أو سقاية النبات بيحفظ، ما يبغى يفهم. فأنا سويت الآن أمثلة. طيب، وحنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ نخش في صلب الموضوع. طيب، عندنا هذه اللي هي زجاجة ماء، إن شاء الله يوصل، ركز لي كده عشان توصل الكلام لك. هذه زجاجة ماء. الآن هذه الزجاجة حقت الماء لو فتحناها وخليناها في البيت جلست لفترة، متى هيبدأ يتبخر هذا الماء اللي فيها؟ هياخد فترة طويلة حتى يتبخر. طيب، هذه الزجاجة داخل البيت، هل لو أخذناها الآن وخرجنا إلى خارج المنزل في الشمس زي كده وحطينا هذه الزجاجة في الخارج، هل يكون تبخر الماء فيها نفس تبخر في الخارج؟ في الداخل حيكون تبخر الماء نفس اللي في الخارج؟ طبعا لا. طيب، فما بالك يا أخي لما أنت بتجيب حوض نبات زي هذا وبتروح وبتسقيه، بيقعد الماء قد إيش داخل هذا الحوض؟ بينزل هو تحت هنا، فما يلحق يتبخر حتى. طيب، فبيقعد الماء، فأنت كيف كل يوم بتروح وبتسقي النبات، ولا كل يومين وبتسقي النبات من غير ما تفحص إنه هل هو يحتاج إلى سقاية أو ما يحتاج إلى سقاية؟ يعني تخيل أنا هذه الكمية الماء هذه شايفينها الآن لو سقيتها في الحوض هذا، كم يبغى لها فترة حتى تبدأ تتبخر؟ يبغى لها فترة شوية طويلة، هنقول من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى تبدأ تتبخر. فأنا استغرب في ناس لما أقول لهم أنه أنا بسقي نباتي بعد 3 أسابيع أو شهر في أحيانا، ما بيصدق. طبعا هذا كله بيعتمد على أحجام الأحواض. طيب، هنيجي في نقطة جدا اللي هي جدا مهمة عندنا. في أحيانا نحن بنزرع نزرع في الماء. طب ليش ما بيصير تعفن للجذور؟ ليش ما بيصير تعفن للجذور؟ هنعطي مثال تاني. نجيب هذه الزجاجة، هذه الزجاجة واضح إيش في داخلها، مناديل. لو وضعنا هذه الزجاجة مين فيهم اللي حيبدأ يعفن؟ هتبدأ هذه الزجاجة اللي فيها المناديل هي اللي حتبدأ تتعفن معنا، لكن هذه إذا كان ماء صافي ما حيبدأ تعفن. طيب، هذا لأنه موجود وسيط داخل الماء. نفس المشكلة هذه لما هنا بنجي في تربة هي اللي بتسبب تعفن الجذور، لكن لو وضعنا النبات مباشرة في الماء من غير تربة ما بيعفن معنا. طبعا هذا عملت عليه فيديو كمان اللي هي الزراعة في الماء، لها طريقة خاصة، ولكن أنا الآن حبيت إنها توصل الفكرة هذه حقة الفهم، إنك تفهم قد إيه يحتاج هذا الحوض نسبة ماء. برضو كمان نزلت عليه فيديو، إن شاء الله يا رب يكون الجميع استفاد من هذه النقطة. والله يعطيكم ألف عافية، ولا تنسوا تدعمونا سواء في سناب شات، إنستغرام، سبسكرايب في اليوتيوب، لايكات للاستمرارية ولتعم الفائدة. والله يعطيكم ألف عافية وشكرا.